بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، أولا أنا سعيد جدا أن ألتقي عبر شاشة الإخبارية ومع زميلي أستاذ ناصر حبتر لجمهور المسلمين جميعا من رحاب الحرم الشريف. نحمد الله ونشكره على ما من به علينا من نعم. قضينا 20 الأول بتميز ولله الحمد والمنة، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، وأيضا الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية التي أعدت من رمضان الماضي إلى أن تطبق ولله الحمد والمنة في هذا رمضان في الميدان، والتنفيذ ولله الحمد والمنة على عبر المحاور المتعددة، وأيضا الرؤية والرسالة والأهداف والمهام والصلاحيات التي تسعى إليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. تابع المسلمون لله الحمد والمنة عن طريق جميع وسائل الإعلام ومنها برنامجكم المتميز من الحرم ما يعيشه الناس في الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، بفضل الله ثم بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وللمعتمرين والزائرين. الكلمة التي نحب أن نقولها لإخواننا المسلمين، نبارك لهم بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالقبول والعتق من النار، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والخير والاطمئنان والأمن والسلام والحرص على مصالح المسلمين. نحن في هذه العشر الأواخر سنشهد مؤتمرات قمة، هي الحقيقة قمة للمملكة العربية السعودية وللخليج وللدول العربية والقادة الدول الإسلامية جميعا، بل والعالم والإنسانية، لأننا دعاة أمن وسلام للعالم أجمع. فدعوة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه لهذه المؤتمرات تتطلب منا جميعا أن نتعاون في إنجاح هذه القمم، بالدعاء لولاة أمر المسلمين، الحرص على أن نشاطر ولاة الأمر هذا الاهتمام بتخفيف الزحام على الحرم، بمراعاة الأحوال التي تتطلب منا أن نتيح المجال لضيوف الرحمن. والحمد لله، فضل الله واسع والحرم أيضا ممتد، ومضاعفة الحسنات، ومكة كلها ولله الحمد والمنة حرم، يصلي المسلم في أي مكان من الأماكن ويختار الأوقات المناسبة ويراعي التعاون مع رجال الأمن والتنظيم وعدم الصلاة في الممرات، والحرص على أن نكون جميعا فريق واحد ويد واحدة متعاونون في إنجاح رسالة هذا الدين في وسطيته واعتداله، لأن الحرمين الشريفين هما الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين، والعالم كله يرقب هذه المناسبات. ولله الحمد والمنة أن المسلمين وهذه الدولة هي قائدة ورائدة العالم الإسلامي، عكست الصورة المشرقة والنموذج المشرف. الجميع يتعاون مع رجال الأمن، وهذه لفتة مهمة، رجال أمن البواسل يبذلون جهود كبيرة، ينبغي أن نتعاون معهم والدعاء لهم وهم في الحدود، بأن يثبت الله أقدامهم وأن يسدد رميهم ورأيهم، وأن يشفي جرحاهم ويعافي مرضاهم ويردهم سالمين غانمين. أكرر شكر التقدير لوسائل الإعلام، للإخبارية على سبيل الخصوص، لأخي الأستاذ المتميز ناصر حبتر على سبيل خصوص الخصوص، وقد شرفنا اليوم في الحرم وتناول طعام الإفطار، ويرى عن كثب وينقل للمشاهدين عن كثب هذه الرسالة العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وخدمة قاصديهما. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم، السلام عليكم.